بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم صحتك بالدنيا. مشاهدينا الكرام، يعني اسمحوا لي أرحب بضيف وضيفكم دكتور خالد لطفي، استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية وجراحة السمنة وأيضا جراحات التجميل. برحب بك دكتورنا في هذا اللقاء. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، يعني يمكن جراحات السمنة بقت من الحاجات المنظور إليها بشكل أو بآخر، يعني من الجانب الإيجابي وأيضا من الجانب السلبي. ناس كتير جدا عايزة تعرف ماذا يدور حول جراحات السمنة، إيه هي الفائدة التي ترتبط بجراحات السمنة، إيه هي الآثار والمشاكل السلبية المرتبطة أيضا بجراحات السمنة. أحيانا بيبقى الإعلام له دور إيجابي، وأحيانا من ناحية أخرى بيبقى له دور سلبي يرتبط بموضوع جراحات السمنة. النهاردة مشاهدينا الكرام هنتكلم على جراحات السمنة وأهميتها في حل مشاكل كتير جدا من المشاكل المرضية المرتبطة بمثلا مرضى السكر أو مرضى الكبد اللي بيعانوا من مشكلة السمنة وقد تحدث وفيات بشكل كبير. يمكن جراحة السمنة بتقلل هذه الجزئية بشكل أو بآخر. هنتكلم على أنواع جراحات السمنة وتصنيفتها، وإزاي يا ترى العيان هو بيبقى صاحب الاختيار في جراحة السمنة ولا الدكتور يبقى صاحب هذا القرار ولا حسب حالة المريض. دكتور خالد، يعني لو بدأنا بجراحات السمنة وأهميتها في تقليل نسبة الوفيات بالنسبة للمرضى اللي عندهم سمنة مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هو بالنسبة للسمنة مشاكلها كتير. في المشاكل اللي هي بتاعت عايزة شكل يبقى كويس، وفي مشاكل اللي هي المرضية. بمعنى واحدة ما بتخلفش عشان سمينة، واحدة مش قادرة تمشي عشان سمينة، واحدة مش قادرة تلبس عشان سمينة، واحدة عندها كذا في رجليها فلازم تخس شوية. يعني في دواعي كتير للسمنة. إذا قلنا السمنة هي معدل الوزن بالنسبة لإيه؟ للطول. في معادلة معانا بنعملها بلا داعي لذكرها دلوقتي، بنقولها وبنحسبها للمريض عشان نشوف ده زيادة قد إيه، والزيادة ديت هل هي دهون؟ هل هي لحم؟ هل 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 هل. في بعض الأمراض ما بتخفش إلا بالسمنة. بمعنى سي مثلا واحد متجوز واحده مش قادره تخلف، لفوا على دكاتره النساء، بصوا لقوا ان في حاجه في البويضه ما بتطلعش كويسه عشان هي هي سمينه، لازم نعمل لها حاجه للسمنه. واحده عايزه تمشي ما بتقدرش تمشي، رجليها وجعاها، يتغير المفصل يتقلل جسمها. يبقى الاهم ايه؟ انك تقلل جسمها. الاسهل الاهم والاسهل انك تقلل جسمها. واحدة عايزة تلبس، شايفة شكلها مش حلو، تيجي عشان تصغر حاجة معينة من جسمها. يعني السمنة يعني عموما نسميها السمنة الموضعية. السمنة الموضعية. يعني عموما السمنة دي بقت مشكلة رئيسية للعالم كله، مش لواحدة أو لاتنين أو لتلاتة، لا بقت للعالم كله. اللي عايزة تحسن حاجة، عايزة تجمل حاجة، عايزة تخس حتة تزود حتة، بقت يعني ما اقدرش اقول انها مرض قد ما انها عرض. عرض وليس مرض، بمعنى انها عرض يعني حاجة بتشتكي بيها، فشكوتها الأساسية السمنة. لكن مش اساسيها السمنه، اساسيها مش قادره تمشي، شكلها وحش، مش قادره تخلف، في اسباب كتير. طب امتى نقول على السمنه سمنه مرضيه؟ بس في معادله معينه بعملها. كويس، اما اجي اسويها يبقى في رينج معين اللي هي مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم، لو لقيت المؤشر ده زاد يبقى في سمنه. زاد عن 25 زاد عن 25 30 35 بيبقى دي معناها ان في سمنه. وان كانت في بعض الاحيان تقبل الجراحه وبعض الاحيان لا تقبل الجراحه. لان السمنه في بعض الاحيان ما تقبلش، يعني ايه؟ زي مثلا في ادراعاتها مثلا. طب هقبل لها جراحه ازاي؟ ما رجليها برضه هتضرب. في رجليها ادراعاتها هتضرب، هتبص عمال تفتح في خلق الله، يا اما تعمل لها حاجه من جوه. الحاجه اللي من جوه ديت دي للاسف بتبقى مقصعه جسمه كله. على البودي كله، فدي ليها حسابات تانية خالص غيرنا. طب دي نقول للاسف يعني دي مشكله ولا بتبقى ميزه؟ لا، هي ميزه ومشكله. الميزه لو انت نقيت العيان صح وانت كنت جراح صح. المشكله لو انت نقيت العيان غلط او انت ايدك مش كويس او مالكش خبره فيه. زي مثلا اما نيجي نركب مثلا بالونه المعده، بالونه المعده دي السمنه ككل. واحده جايه لي عندها من هنا ومن هنا فرشين بالعرض. طب هعمل لها ليه؟ ما من فوق كويسه وسجلها كويس وشها كويس رقبتها كويسه دراعتها كويسه، هعملها لها ليه؟ عايز حاجه موضعيه.
واحده مثلا بعمل لها طيب انا لو بالون. عملت بالون المعده زي ما حضرتك بتقول، ما ده هيأثر على الجسم كله بشكل كامل، في نفس الوقت السكريات او الدهون اللي مخزنه في الجسم هتبدأ تخرج علشان تتحرق عشان تخرج ما هو في فرق بين تخزين الدهون للسمنه وتخزين الدهون العائلي. يعني ايه العائلي؟ يعني في عامل وراثي في العيله. يعني انا بتكلم عن اللي هي في الجناب ديت دي وراثي، كانت ما كانتش هتبقى موجوده. خدت بالك حضرتك؟ تمام. فدي ما جريش لبالونه وما جريش لعمليه وما جريش ما جريش لا انا اجري المنطقه دي. بس. لكن في حالات ثانيه غصب عنها لازم اعملها. واحده بتاكل كتير خلاص عرفت ان السبب اكلها. واحده بتاكل سكريات كتير عرفت ان هو اكلها. واحده ما بتمشيش عرفت ان ده نتيجه جسمها، يبقى الجسم ككل لازم يتعالج. لكن الجناب ديت دي حاجه موضوعيه. هي دي اللي تتعالج مش الجسم كله اللي يتعالج. تتعالج يبقى جراحي؟ في جراحي وفي غذاء. وان كان بجرب الاول الغذاء لو نفع معاها نفع، ما نفعش ببدا بعد كده. يعني اظبط معاها نظام اكل؟ طبعا، لان الوراثي ده مهما شلت هتكون تاني. هتكون تالت هتكون رابع. يعني في واحده يعني لو دخلت جراحيا فيها احتمال ان الجراحه تفشل. ممكن جدا تفشل لان مش دي السبب. الجراحه سببها ايه؟ ان واحده بتاكل، طب هي ما بتاكلش، حاجه وراثيه فيها. تمام. يبقى هتيجي لها تاني. وهكذا. تمام يا دكتور. بالنسبه لمرضى السكر، كتير جدا من الناس اللي بتجي لهم سمنه، السمنه بتعمل لهم مشكله وقد يصابوا بالسكر نتيجه للسمنه. أيه. وناس عندها السكر ممكن تصاب بالسمنه نتيجه للسكر. أيه. فيعني ازاي الجراحه بتكون لها دور في حل مشكله مريض السكر اللي عنده سمنه؟ هي اساسا السمنه في السكر نتيجه ان السكر الزياده اللي في الجسم بيتحول عن طريق الكبد لدهون. ماشي؟ تمام. فيبقى انا سواء يعني في كلامي قلت ايه؟ قلت السكر الزياده بيتحول لدهون. تمام. يبقى نمره واحد اظبط السكر. نمره واحد اظبط السكر. السكر اللي باكله. اللي باكله. اقلله. اقلله واقلل السكر في الدم. تمام. ماشي؟ نمره اثنين ابدا اتابع جسمها. كل جسم جاي شكل الجراحه. تمام. ابدا اتابع الجراحه، اتابع جسمها بمعنى اشوف الدهون، نسبه الدهون قد ايه؟ بيحصل حرق ولا لا؟ بيحصل حرق ولا لا؟ بيتخزن فين؟ بيتخزن في حته اساسيه ولا لا؟ و و و وهكذا. طب الحته الاساسيه دي اعرفها ازاي؟ او يعني انا لا، في سونار، في اشعه مقطعيه، في تحاليل دم، في حاجات كتير بتدلنا عليها. السؤال مش كده، السؤال ان انا امتى اتدخل جراحه؟ بتدخل جراحه لو جسمها كويس ومع ذلك برضه بتدخل. جسمها كويس يعني كويس؟ إيه؟ جسمها كويس مع ذلك بتدخل، بمعنى ان السكر متظبط، تحاليل دهون كويسه، يعني فسيولوجيا جسمها كويس، فسيولوجيا جسمها كويس جدا، لكن بقى برضه بتفرض بالعرض. دي لازم اخش جراحه. بخش بقى باي حاجه من الحملات الجراحيه اللي هنتكلم عليها دلوقتي، دي لسه يعني ايه، بندخل باب بالونه بتوسيع، قصه كده ما لا داعي لذكرها دلوقتي. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك يعني بوضوح اكتر. في كتير جدا من الناس، طبعا قناه الصحه والجمال والقناه الاخرى بتتناول عدد كبير من الاطباء في مصر بيتناولوا مشكله حل علاج السمنه بالتغذيه. ايوه. وفي ناس كتير جدا جدا بيفشل معاهم هذا النظام. ليه؟ لان العيان ما عندوش اي استعداد ولا اي اراده ولا اي عزيمه لحل هذه المشكله. هي مش مشكله عزيمه قد ما مشكله نوعيه اكل. بمعنى عيب الشعب المصري انه بيجيب اكل من بره. مش اكل وصفات مش أكل. الشعب المصري بس، عشان ما يعني عموما هم بيقولوا ان الطب اساسا اساسي يعني حتى في الغرب نفس المشكله. بص تلاقي بره في الافلام يقول لك بياكل حاجه قد كده لسه جسمه قد كده، ما هو عشان شيء طبيعي انه بيشرب خمره. بيشرب اكل، بياكل اكل غير مطهي. بياكل، بيتحرك، ما فيش عندنا الكلام ده كله هنا في مصر كاسلاميا او الحمد لله تربيتنا، ما فيش الكلام ده كله. فانت ما تجيش تبص لواحد اجنبي تشوف بياكل ايه. انت حتى لو بصيت لوجبه اجنبيه هتضحك، مش عارف اقول لك فينيجار مش عارف ايه الفاست فود كله، حاجات غريبه كده بتسمعها في الكلمات يعني ايه، ما تبقاش عارف معناها. هتمشي العين على ايه؟ صحيح. فدي مشكله. المشكله ان انت لازم تتاقلم انك انت مصري. يعني اللي اديهولك يبقى مصري. اللي اديهولك يبقى مصري. وتتوزن وزنك ويتاخد مقاساتك عشان اشوف النت بتاعك قد ايه، يبقى انت محتاج قد ايه. قد ايه لا يقبل النقاش. يعني ندوس في الفول والطعميه. دوس، ما تخافش. والطعميه، ما طالما انت عامل حساباتك دوس. بمعنى انا واحد من الناس كنت تخين، ودي هزار جد مش هزار. كنت تخين وبديت امشي على رجيم. فلما بديت امشي على رجيم استطعمته. بدي عشتي. دلوقتي امسك مرحله المكرونه اخلص، لان حفظت ايه اللي احرق بيه. حفظت ايه اللي احرق بيه. دي مهمه جدا. تمام.
يعني مثلا ما اكل مكرونه انزل اتمشى ساعه خلاص كده انا عملت الانجاز بتاعي. انزل اكتب مش عارف ايه خلاص عرفت ان دي نقطه تانية ان انا اخسس بيها. اهم حاجه من انك تخس انك انت تحفظ ايه اللي بيخسسك. اللي بيخسسك اللي بيخسسني في بيمشي في بينام في بيشرب ميه ساقعه في حاجات كتير يعني فاهمني. بس اللي ينفعك ما ينفعنيش قبل ما ندخل في الجراحه دي غير الحاجات الوراثيه اللي موجوده عند الايه عند المريض. يعني بمعنى ان ممكن المريض قوي يكون هو كويس جدا وبياكلش وما بيعملش لكن برضه في سمنه موجوده دي حاجه تانية بقى دي مرضيه دي نتكلم عليها. تمام. طيب دكتورنا يعني ناخد اتصال ونرجع تاني لحضرتك. اختنا مها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخت مها ريت تعلي صوت حضرتك. ماشي حاضر. لو سمحت يا دكتور انا وزني 71 كيلو. تمام. وطولي 165. تمام. ولما خس دايما وزني يقف عند 71 او 72. يعني اخر حاجه بتنزلها 71 وبعد كده ما فيش نزول في الوزن. لا يعني بخس عن 71 وارجع تاني اوصل. يعني بتنزلي قد ايه طيب؟ يعني انت عندك الليفل بتاعك اخرك 71 ما بتزيديش عن كده. لا بنزل لما يعني لما انظم شويه في الاكل بنزل بس ارجع تاني للوزن ده يعني. طب الزياده في اماكن معينه يا استاذه مها؟ لا كل زي بعض بس دايما اذا اكلت حاجه مسكره لازم اكل وراها اي حاجه ثانيه حاجه. تمام حاضر. ازيد عن كده ومش عارف ده الوزن الطبيعي ولا ايه. طيب حاضر يا ما حاضر. دكتورنا طبعا 71 كيلو ويعني طبعا الطول 165 فيعني حضرتك رايك ايه بالنسبه عامه؟ والله هي طولها مع وزنها كويس. هي بس ربط نفسها بحاجات غريبه بتقول لك انها بتزيد يعني ايه؟ بتاكل حاجه مسكره وراها حاجه سخنه او وراها حاجه حادقه. تمام. يعني هي ربطت دماغها اتربط بجسمها. ده غلط. دي تعيش حياتها عادي جدا ما فيهاش اي سمنه. لو في اي زياده ممكن تروح لدكتور متخصص مش بشري، دكتور بتاع تغذيه. تمام. هو اللي يقول لها تاخدي ايه وما تاخديش ايه. لكن بالنسبه لها بتقوله هي جسمها سليم جدا ما فيهوش اي حاجه. طيب ان شاء الله يعني اختنا مها الرساله تكون وصلت وهي تطمن ما تقلقش يعني 165 طول مع 71 كيلو وزن يعني معقول جدا. تمام. دكتورنا يعني في طبعا سؤال بيقول في الاس ام اس يقول منذ 3 سنوات اعاني من التهابات في البشره و مرض وراثي تقريبا فظهرت عندي تجاعيد رفيعه يعني فما هو العلاج في حالتي علما ان بشرتي اصبحت حساسه جدا. هي التجاعيد اللي بتظهر عندها مش هي ما تقصدش التجاعيد هو بس في مرض اسمه روزاسيا. روزاسيا الله ينور عليك. هي اصداء روزاسيا اللي بيحصل ان الجلد يتمط فيقوم شائق في النص فيبان عندك ان دي عاليه ودي عاليه وبقى في النص هو اللي واطي. لا دي طبيعيه. تمام. دي ما تفكرش فيها خالص. دي تروح لدكتور طبعا مش هقول اسامي ادويه هي بتروح لدكتور بيظبط لها الدنيا وفي علاج بالاشعاع بيخلي الجلد كله ميه واحده متساوي. لكن ما تدورش على علاج ليها لان العلاج اللي ليها هيضر حاجه تانية. طيب ده بيصيب اي مكان في البشره يا دكتور المرض دوت؟ هو في الغالب بيصيب الارداف وبيصيب البطن. الارداف والبطن لكن بيبعد عن الوجه والكفين. لا لا ما بيسيبش الوجه. هو المشكله ان هو في البطن عشان مع الحمل ومع ذات الكرش و الجلد بيتمط على اخره ويقوم يطق من النص. دي حاجه لوحدها ملهاش دعوه خالص بالوش وكده. طيب دكتور يعني طبعا في ناس كتير جدا من الاخوات بي عندها مشكله في موضوع كبر حجم الثدي وده يمكن بيأثر على موضوع الرقبه وممكن يعمل مشاكل في الغضروف. فيعني طبعا احنا في سؤال مرتبط بدوت. الاخت بتقول او الاخ بيقول السلام عليكم، زوجتي لديها ثدي اكبر من ثدي بشكل ملحوظ بسبب الرضاعه وهي تريد ان تجري عمليه تجميليه ولكن لا انا اود ذلك، فهل من طريقه تجعلها بشكل متساوي من دون اي جراحه وشكرا. هو طبعا مبدئيا المفروض ان الثديين قد بعض لكن في بعض الاحيان ثدي بيبقى يعني بيحصل له بلوغ قبل التاني فيبقى في ثدي اكبر من الثدي. ولما يجي تربى مع بدايه الدوره بدايه حياتها كبنت لسه كبنت لما تيجي بقى ترضع الثدي اللي كبر بيتملى اكتر من ده فيتقل عن ده فيحمل عن ده. حكايه بقى انها غضروف ومش غضروف هي دي ما بتاثرش على الغضروف خالص لان هو بيشيل عن طريق الجلد بتشيل عن طريق الجلد ما لهاش دعوه بالغضروف. ماشي. حكايه عمليه ومش عمليه لا داعي لعمليات اساسا الا اذا كانت
خلصت فترة الرضاعة، تمام، خلصت فترة الحمل، خلصت فترة اللي هو اللي هستخدم فيها السادي، وبعد كده عايز اصغرها وعايز اكبره، ممكن بالادوات بعلاج طبيعي ممكن اصغره او اكبره. دي حاجه لا داعي نتكلم فيها دلوقتي. تمام. لكن حكايه انها بتاثر على الفقره ما تاثرش على الفقرات. تلبس البرا، تلبس السادي. تمام. اسمه ايه؟ طيب يا دكتور، انا بس يعني في ناس فعلا بتبقى عندها مشكله ان كبر حجم الثدي بالفعل بيأثر على العضلات بتاعه دي. عشان تأثر لازم يكون وزنه على الاقل ثلث الوزن. فطبعا صوت دي يعني حاجه كبيره كده. تمام. فطبعا عشان حاجه كبيره دي بتشد الجلد وبتشد عليها العضلات مع الرقبه. دي قصه تانية خالص، مش دي خالص. طيب يعني اخت بتسال بتقول منذ ان كنت صغيره وانا ارى خطوطا تحت عيني، اتوقع ان سببها اني كنت امر بمشاكل كثيره وابكي دائما. الان افكر في ان اعالجها، وللعلم الخطوط واضحه وعميقه. طيب ده كل يعني في الغالب معظم هذه الاسئله مرتبطه بالتجميل. اتفضل يا دكتور. هي طبعا ما عندهاش حاجه مبدئيا يعني. تمام. هي الفكره كلها انها شايفه عينيها في المرايه. فبتلاحظ حاجه. لو انت لاحظت الحاجه دي وقعدت تبص عليها كل يوم حتى انها عندك مش هتروح، هي تنساها خالص. كل اللي عندها كان شويه اجهاد، فخلى فصل العين من هنا يعني في تكويره عين مكره الخد، فبقى الخط ده بيبان. فهي مع الوقت تقعد تبص تبص تبص، فمخها بدا يأقلمها ان ده موجود. بدأت تفكر فيها. لكن لو اللي حواليها فعلا بيقنعوها ان في مشكله تحت العين. لو ما بص انا عايز اقول لك ايه، هي نفسيا موجوده. وفعليا موجوده. موجوده لكن مش مرضيه. مش مرضيه. عايز تعمل عمليه تيجي نعملها لها، بس بقول لك مش هتستاهل وجع وبنج وتجريح مش مستاهل. هي كل القصه تاخد كريم فاتح للبشره هيضيع البشره كلها مع بعضها، او لو هي بقى غنيه شويه تروح تعمل الوش كله بالموجات الصوتيه. بيبقى الوش كله كانه محروق. فما يجي يخف كله يخف مع بعضه ميه واحده. لكن عشان جفن تحت العين مش تحت العين، ده كلام فاضي ما تفكرش. تمام. يعني برضو عشان ما يحصلش اي مشاكل. طبعا. دكتورنا احنا يعني عايزين ندخل في عمق الموضوع بتاعنا النهاردة، جراحات السمنة، ونتكلم على تصنيف هذه العمليات كيف يتم ورؤية حضرتك ليه. والله التصنيف بيجي الاول عيان مستقبله بشوف دخلته عليا. دي بكون زي ايه صورة مبدئية في دماغي. تمام. هو جاي لايه، فببدأ معاه في حوار وابدأ افهم ايه دماغه. في اللي بيبدأ يقول لي انا اصلي البنطلون بيضيق عليا، انا اصلي وسطي اصلا ما بقدرش اكل، اشوف كذا ما اكلش، اشوف كذا مش عارف ايه، لا لازم اكل كده يعني. وفي اللي يجي يقول لي انا ما بقدرش اخلف. وفي يقول لي رجليا ما بقدرش اشيلها. يعني كل واحد له قصه لوحده. فبقعد معاه زي ما قاعد مع حضرتك كده بعد شهر يعني عليك، ببدأ افتح معاه حوار لحد ما اوصل ايه المشكله اللي فيه. تمام. وصلت المشكله اللي فيه، ببدا الاول اجرب معاه. هتبدا تاكل ولا مش هتبدا تاكل؟ فيستغرب، هبدا اكل يعني ايه؟ اقول لو كتبت لك سين من الاكل هتاكله بس؟ يقول لي اجرب. ده حضرتك ولا بتبعته لحد متخصص تغذية؟ لا عندي، انا عندي مركز. فيه اللي بخسسه ببالونات او بخسسه بجراحات، وفيه اللي بخسسه باكل، وفيه اللي بخسسه برياضه. ببدا اقول له انت قدامك واحد من ثلاثه، يا رياضه يا اكل يا اما عمليه بما يذبح. صحيح. هتبقى حضرتك. فاللي بلاقيه بقى بيبدا هو يعني عايز يخس باي شكل. فبقول لك نقيد انت. مفيش حاجه اسمها نقيد انت. انت اللي قاعد مع نفسك مش انا اللي قاعد معاك. صحيح. هتبقى حضرتك. انت دلوقتي قاعد انا قدامك. هو عايز يتناسب معاه طبيا فبياخد رايك يعني. هو بياخد رايك. بقول له ينفعك واحد او اثنين او ثلاثه. تمام. في اللي ما ينفعوش اثنين، في اللي ما ينفعوش ثلاثه، في اللي ما ينفعوش واحد. فانا بقول له ينفعك كذا او كذا. بس انا رايي كذا بينفعك. طب ازاي؟ اقول والله نظام الغذاء كذا جربها، واسبوع واحد وتعالى لي، اسبوعين تعالى لي، ثلاثه تعالى لي. لا انت مش هينفع معاك غذاء، انت هينفع معاك رياضه. لا انت مش هينفع معاك رياضه، هينفع معاك عمليه. ببدا الاول اميزهم لثلاث اجزاء، انت رياضه، انت اكل، انت عمليه. اللي بيجي لي بعد كده مقتنع باللي انا بقوله بمشي معاه للاخر، مش مقتنع هو حر. انا بقوله الصح، لان للاسف بقى في ناس كتير دخلوا في المجال ده وبداوا يفتوا في حاجات كتير مالهاش اي مجال. الجراحه ولا مجال التغذيه عموما؟ التجميل. مجال التجميل. اللي هو بتاع واحده عايزه ترفع، واحده عايزه تخس، واحده عايزه مش عارف ايه. للاسف بقوا ياخدوها كتجاره. يعني لو قالوا له بيع هدومك هتبيع هدومها عشان تخس، او اعمل كذا هيعمل كذا عشان يخس. لكن هو الصح انك انت بتقعد معاه قاعده بتطلع منه ملخص ايه اللي ينفع. بس موضوع
لكن لابد ان اختيار نوع الجراحه انه يتوافق مع المريض نفسه. اه طبعا، يعني في واحد بياكل للنهار ماشي، ده بياكل، طب في واحد تاني ما بياكلش هعمل له ايه؟ يبقى في جراحه هنا غير جراحه هنا، في تدبيس معده، في بالون معده، في تحويل مجرى، في استئصال الجزء، في حاجات كتير. طيب لو اتكلمنا بقى عن هذه الجراحات يا دكتور ونوعياتها، يعني انت وانت بتكلمني بتقولي بتذكر عن تصغير معده، يعني حيز المعده بيختلف من شخص لاخر، استخدام مثلا نوعيه من نوع العلاج قد تختلف من ده لده. تمام. هو تصغير المعده، هي المعده بتاعتنا كلها على حجم ايدينا كده ماشي، كلنا حجمنا ده الحجم الطبيعي، ده الحجم الطبيعي الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي. لكن في بقى ناس تقعد تاكل ومستخسره تسيب الاكل، تقعد تاكل تاكل لما معدتها تموت 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 لحد تبقى كبيره. يعني هي طبيعتها مطاطه، هي طبيعتها مطاطه مع جزء من اللحم نسيجي، فهي بتموت. طب انت هتعمل له ايه؟ لازم تصغر له الحجم اللي بياخد كميه الاكل. يعني الجيب الصغير ده يشيل اصغر من الجيب الكبير ده، صحيح، وهكذا. فكل ما الجيب يكبر كل ما نفسك لسه عايز تاخد عايز تاخد عايز تاخد. تمام. في بعض الناس بياكلوا وبعد كده يخشوا يرجعوا، يقول ده انا اتمتعت باكله زي الفل، طب وبعد دخلت رجعتها، طب وليه كلتها؟ تبقى المؤاخذه في الكلمه نوع من التفاصه شويه او حاجه زي كده، بيحبوا ياكلوها. تمام. لكن احنا برضو مش عايزين نقول كده يا دكتور يعني بهذه اللفظه، لكن في ناس بالفعل ما بتشبعش، يعني هو عنده مشكله، عنده مشكله، مساحة عنده كبيرة. حته الاحساس بان هو بيشبع دي هو فقدها. ما هي فيها، يعني احنا برضو عايزين سببين. الجانب النفسي عنده. تمام. اتفضل. هي ليها سببين. اولا نتيجه ابعاث الاشاره للمخ بان انا شبعت، والحاجه الثانيه ان فيه جيب لسه ما اتملاش. ماشي. تمام. لو مجرد اشاره المخ دي امرها سهل، بندي له ادويه هوب 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 بتنتهي. لكن لسه عنده المشكله الثانيه اللي هي جيب المعده الكبير. جيب المعده الكبير مهما اديته حاجه للمخ لسه عنده احساس ان المعده فاضيه، ان هو جعان. ماشي. فدي ما لهوش حل غير جراحه، حته الامتلاء، الامتلاء، هو عايز يحس بالامتلاء. احنا بنشبع او بنجوع لما تفضى، وبنشبع لما تتملي. طب لسه ما اتملتش، هتحس بالاحساس ازاي؟ فاهمني؟ طيب دكتور، يعني يمكن الجزئيه اللي بنتكلم فيها مهمه جدا، بس انا ما بقولش العيان هو السبب في مشكله السمنه بس، يعني ممكن اللي حواليه. لا لا لا، مش يعني هو طفل صغير بياكل اي حاجه ووالدته طبعا. لا، ده من طفل صغير بيبقى سببها اساسا الرضاع الصناعي. الرضاعه الصناعي لها دور في السمنه؟ طبعا، لانه بيبقى مليان البودره. يعني لما نقول لها دور في السمنه ولا لها دور في السمنه المفرطه؟ والله بص، هو كل واحد مولود عنده عدد ثابت من الخلايا الدمويه، عدد ثابت من الخلايا الدهنيه، عدد ثابت من خلايا مش عارف ايه. فالعدد الثابت ده لو انت كبرته بمعنى ان هو سمن، خلاص هتبقى الناس مينا طول عمرها. حتى لو صغرتها خسسته عندها استعداد ترجع لحجمها الطبيعي. فالفكره كلها ان عدد الخلايا تبقى ثابته، انا مش بزود، يعني السمين ده مش بزود له دهون او بزود له خلايا، لا هي خلايا ثابته، لكن حجمها اللي كبر، حجمها اللي كبر. فدي بترجع لحاجات كتير من الصغر. يعني في واحد مثلا وهو صغير تلاقيه ما رضعش من والدته رضع صناعي. الرضاعه الصناعيه ديت هي بسكته، بس عيبها انها بتحول حاجات جوه لدهون. بتحول حاجات لدهون، فخلي الخلايا عنده كبرت. تمام. فاهمني؟ فدي سمنه ثانيه خالص غير السمنه اللي بنتكلم عليها. طيب يعني برضو عايز اتكلم على عملية التقييم فيما قبل الجراحة. خلاص احنا العيان ده هنعمل له عملية مثلا وليكن تقليل لحيز المعدة بأي شكل. اقيم العيان ده ازاي؟ بقيمه حاجات كتير. اولا بقيمه، مش هنقول ماديا دي مش بتاعتنا يعني، وان كان في بعض الاحيان بتكلف برضو، هنقول مثلا بقيمه اجتماعيا. يعني ايه اجتماعيا؟ واحد مثلا زي حالاتك بيظهر في التلفزيون كل يوم، لازم اعمل حسابي ان فتره غيابه على التلفزيون قد ايه. واحد بيشتغل بطريقه معينه لازم يبقى كل يوم موجود في الشغل. واحد ما بتشتغلش. واحد مجرد ان عنده معاه الم في رجليه عايز حاجه سريعه. واحد مش عايز يقعد في مستشفى. في اسباب كتير ببدا اقيمها، وبعد كده ببدا اخيرك عندك كذا وعندك كذا، تختار مين فيهم؟ المفروض ببقى انا من الاول باني اختياري على كذا. جيت انت اخترت الاختيار الثاني، قالوا له طب تعالى الاختيار الثاني ده فيه 1 2 3 4 مزايا، 1 2 3 4 عيوب. الاختيار الاولاني فيه 1 2 3 4 مزايا، 1 2 3 4 عيوب. تختار انه فيهم؟ تمام. قولي تختاره بعمله. طيب فحوصات الدم الاساسيه اللي قبل الجراحه اللي بعتمد عليها في موضوع الجراحه. ما في فرق بين الجراحه وانك انت تتدخل تخسسه، بمعنى ان في واحد بديله بالونه ليه بالمنظر عادي ويروح في نفس اليوم خلص،
فبقى بفتح له بطن عشان اعمل له تحزين معده. فواحد بقص له المصارين ووصلها بطريقه معينه. فدي غير دي غير دي ومخاطر دي غير المخاطر دي غير المخاطر دي. احنا قلنا البالون ما بنحتاجش ليه. ما بحتاجش حاجه. تمام. التحزين برضه في الغالب ما بحتاجش غير دوبك تحليل لياقه للتخدير. لكن الثانيه دي المشكله ده تحويل مجرى الامعاء. تغيير مجرى الامعاء او تصغير المعده جراحيا عشان اقلل الامتصاص داخل الامعاء. غير الامتصاص ده في حاجات بيعيش حياته طول عمره، يعني مثلا في الجزء اللي انا شلته او الجزء اللي انا تنيته او 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 مهتم بهضم كذا ومهتم بامتصاص كذا. طب دول انت فقدته الهضم والامتصاص بتاع كذا او كذا، ماشي، لازم ابدا احسب في دماغي ان دول فيودهم ايه، ابدا اديها له بالقراص بالبق. لان هو خلاص ما عادش هيمصهم، ما عادش هيحقنهم. طيب لما تدوم له قراص هيمصهم عن طريق المعده، عن طريق حاجه مثلاً؟ معينه. حاجه معينه ابدا اعوده عليها او اديها له حقن. يعني يفضل طول عمره ياخدها. طول عمره. لان الجزء اللي بيجي في استئصال الامعاء ما بيرجعش تاني. تمام. ماشي. ما عدا تصغير الامعاء كل جزء معين لامتصاص حاجه معينه. كل جزء له هضم حاجه وامتصاص حاجه. طب انا شلتها خسرت الاثنين. فازم اعرف ده امتصاصه فين في الحته الفلانيه. دايما بنعتمد على الحاجات اللي بتمتص الدهون والسكريات. لا مش دهون سكريات بس، عندك املاح وعندك معادن دي شغلانه. انت في العرق بتفقد عندك ثاني اكسيد الصوديوم، كلوريد الصوديوم، بتفقد اكسيد المغنيسيوم، بتفقد حاجات كتير. هتعوضها له ازاي؟ تقريبا المعادن كلها عن طريق العرق وعن طريق هتعوضها له ازاي؟ هو بيعرق، هتعوضها له ازاي؟ تعرف المغنيسيوم في الحته الفلانيه، اقصد في الحته الفلانيه، اقصد تقعد تدرسها حته المعادله التوازنيه لجسم الانسان. يعني طبعا القناه الهضميه مش مجرد بس معده بيتم فيها الهضم عند الامعاء، هي مجرد انها معده بتهضم بقى توزع المصارين الدقيقه والغليظه دي تهضم وتمص ودي تهضم وتمص بس. لذلك لما تيجي تعمل تدخل جراحي بتحاول تقلل تدخله على قد ما تقدر. ليه؟ لان ممكن تفشل. صحيح. ممكن تحتاج عمليه ثانيه. ممكن مش عارف ايه، ممكن في حاجات كتير لازم انت عندك درجات تطلعها. ما اقدرش اطلع من هنا للسطوح مره واحده. لازم اطلع السلم. طب في حاجه اسمها تقليل الامتصاص داخل الامعاء الجزئي وتقليل الامتصاص داخل الامعاء الكلي. ايوه. الفرق بين الاثنين ايه؟ لا الجزئي دي ما عادش حد بيعملها قوي. بمعنى ان الجزء ديت بعتمد على انك مثلا ايه اللي بيتخنه، شرب الحلويات والسكريات وي 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 دي بمنعه، بمنع الحته المسؤوله عنها. تمام. الكلي بمنع الاكل كله انه يتمص، بس ما حدش حد بيساويها قوي. لان دلوقتي بياكلش كذا بياكل كذا، ما بيشربش كذا بيشرب كذا، ما بيعملش كذا بيعمل كذا، برضه ما اقدرش احكمك وانت في بيتك. فدي ما بقدرش العب فيها. بلعب على البني ادم العادي اللي هو الفلاح العادي جدا اللي ياكل اي حاجه قدامه ياخد ايده ياكلها. بس. طب ازاي بيتم التعامل مع العصارات الهضميه اللي بتفرز داخل الجسم او داخل القناه الهضميه عشان تتعامل مع زي، هل لها تغيير مسار مثلا؟ طبعا تغيير مسار، ما انت غيرت مسار الامعاء. يعني بمعنى لو وصلت المعده بالاس 12 ماشي دي طبيعيه. لو وصلت المعده بالامعاء الدقيقه عديت الاس 12 بغصات الكبد بغصات الاس 12 عشان في امتصاصات داخل الاس 12 ماشي. وفي هضم، وفي هضم داخل الاس 12 فانا كده عملت كوبري. لو وصلت الامعاء الدقيقه بالغليظه برضو دي فيها امتصاص ودي فيها امتصاص، دي فيها هضم ودي فيها هضم، برضو عدت حته كبيره. يعني في حسابات كتيره مش هزار. طيب يمكن المشهور اعلاميا وناس كتير سمعت عنه في الفضائيات وفي غيره موضوع تدبيس المعده. أيوة. كلفظه طبعا. سمعنا بعد كده ان تدبيس المعده يا جماعه ما عادش حد بيعتمد عليه قد كده في الجراحات. يعني ايه السبب؟ والله السبب ان زي ما قلت لحضرتك ان اي تدخل جراحي انت بتشيل حته ترميها. فتدبيس المعده انت بتقص حته وترميها. في نوع من التدبيس ما بنقصش، مش مشكله، بس انا هتكلم على اللي انا فيها مشكله اللي هو السليف التكميم. الله سليف. اما بتبقى المعده كده وانا شلت الحته دي، طب الحته دي انت عارف دي هتشتغل فين؟ ما تعرفش. طب لقيت انك انت قصرت قوي، عايز تكبرها ازاي؟ ما انت شلت ده رميته. فدي ما عادش حد بيستخدمها. بيستخدم الحزام، الحزام ده احسن حاجه. الحزام ده فيه عمليه تحكم. بتربط الحزام، بتربط المعده، بتصغر حجمها. بتحقنها هواء، بتقلل حجمها. بتسحب منها الهواء، بيكبر حجمها. وهكذا تظبط انت، توزن، ترفع، تقلل، لحد ما تلاقي الوزن اللي هو عايزه، تقول بس انت كده حلو قوي. كمل على كده. البالونه اللي بيبلعها العيان عن طريق المنظار. بنفخها. لسه شويه بنفخها، لسه شويه بنفخها، لا ده كده اوفر او مفسيها شويه. لما البالونه يعني بتحط فيها سائل معين كده يا دكتور، يعني هو حزام المعده برضه فيه سائل. فيه سائل.
طب هو الحزام بيحط السائل جوه المكان اللي انا بقفله بالحزام؟ لا هو الحزام نفسه، احنا معانا صوره للحزام لو في صوره هنا نجيبها. يعني ممكن هي الحزام عباره عن تو لايرز بحقن ما بينهم. تمام، يعني بقت بقى زي بالونه بحقن ما بينهم، بتبتدي تنفخ او وبقفل بقى يا دكتور خالص بالحزام. بقفل بربط الحزام حوالين المعده. طب ده ما ياثرش على المكان اللي انا قفلته؟ لا 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 لا، هو معروف انت بتفتح فين وتقفل فين. ممكن الصوره معانا دلوقتي كده يا دكتور ان شاء الله. ايوه الحزام هي باينه. بقفل من فوق والصمام من تحت ده اللي بحقنها. طب الصمام ده بيتحكم فيه الطبيب؟ طبيب ولا طبعاً. ولا العيان نفسه؟ لا لا بتحكم انا فيه طبيب. العيان ايه؟ انا قلت يعني يمكن يوصل تحت الجلد بقى. عايز يكبر المعده شويه صغيره شويه. مش دعوه. انا هنا بتحكم في الحته اللي فوق. منها ان انا قفلت دي بالونه المعده. معانا بالونه ان انا بملى كل المعده عشان ما يبقاش فيه احساس بالجوع. ما يبقاش فيه اي يعني احساس الماء بالجوع. البالونه متهيألي واخده حيز مش قليل جوه المعده. انا ممكن انا تلتينها. مش تلتين البالونه، تلتين المعده. تلتين المعده. طب دكتور البالونه دي وجودها نفسه داخل المعده، ناس كتير يبقى عندها قلق انا احط جسم غريب زي البالونه دي جوه المعده، وهل يا ترى البالونات دي يعني كل البالونات اللي موجوده مثلا في مصر مستخدمه في هذا المجال مصرح بها مثلا من وزاره الصحه؟ ما فيش لها طبعا. اقصد مشاكل. لا بص، هي الاجهزه دي عشان احنا ما بنصنعهاش، احنا بنستوردها من بره. تمام. عشان نستوردها لازم يبقى مصنع ومعاه براءه اختراع او تصنيع او 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 او. هكذا بيخافوا من البالونه، البالونه كبيره قوي. فبيخافوا طول ما عديه من اصنع 10 وتسد. طب هتعدي ازاي دي كده والبالونه كده؟ هتعدي ازاي؟ مش هتعدي. ولك لا اصل ممكن اما اكل ما بيرضاش تعدي الاكل. يعني اقصى مشكله ممكن تحدث من بالونه المعده. والله بتحصل كتير قوي. واحده لكتها الصبح شلتها بالليل، انا ما اتصور بطني فيها حاجه. فيها ايه يا ستي؟ فيها حاجه. فيها ايه؟ فيها حاجه. فيها ايه؟ فيها حاجه. ايه؟ ما فيش حاسس. ما فيش حاجه. ابتديت اشيلها لها بالليل بس زي الفل، ورجعت تخينها تاني. عمل لها ايه؟ طيب دكتورنا، يعني واحنا ما زلنا مع العمليات الخاصه باجراحات السمنه، عمليه تكميم بقى المعده او اللي عمليه السليف المشهوره بنفس الاسم دوت، انت يعني يمكن كترت قوي وموجوده بشكل كبير جدا في اجراحات السمنه. ليه؟ لان احنا كشعب مصري اتجهنا للاكل. وبقى ثلاث ارباع المنتجات بره اكل. يعني انت بص تلاقي هنا في محل كذا فتح جنبيه محل كذا، جنبيه محل كذا، جنبيه محل حلويات كذا. فانت نفس ماتشاء، فتبص تلاقي نفسك انت عايز تجرب دي وبعدين تجرب دي وتشوف دي، طب استطعم دي، طب مش عارف. تبص تلاقي نفسك كلت مش عارف تاخد نفسك. فبقى مشكلتنا كلها الاكل. بقت مشكلتنا الاكل، فلازم تيجي على السليف. هتعمل ايه؟ لان دلوقتي هي ديت يعني ايه سليف بقى؟ يعني ايه تكميم معده؟ لا دي قصه طويله. نقول لوضح للمشاهدين عشان برضو يعني تكميم المعده ان انا بحوط المعده خالص بحيث انها ما تكبرش. بحوطها بحاجه معينه؟ حاجه معينه عشان ما تكبرش. بس بحسب بسيب ديت بكمم ديت بسيب ديت بكمم دي. تكميم المعده عيبها ان مش اي حد يشتغل فيه. يعني لازم انت استاذ عارف تروح فين وجاي منين. هي تكميم المعده عباره عن انك انت بتقلب المعده على نفسها. يعني تبقى المعده كده ودي يعني دي المريق ودي المعده. فانت بتطبق المعده على نفسها. ما بتشيش منها حاجه. تطبيق. ما بتشيش حاجه. انت بتطبق المعده على نفسها بحيث بدل ما تبقى كده تبقى حجمها صغير كده. لو احتجت تقوم تفتح فتحه. احتجت تفتح الثانيه تفتح التالت لحد ما ترجعها طبيعي. ده السليف. بس ما عادش حد بيعملها كتير دلوقتي. لان برضه يعني شغلها كتير والنتيجه مش قد كده. احنا بنبدا الاول بالنظام الغذاء، بعد كده البالونه، بعد كده ببدا احزم، بعد كده ابدا الاجراءات التانية. طيب دكتور، يعني امتى نحتاج عمل نوع من انواع المنظار مثلا للمعده والاثنى عشر في جراحات مثلا التجميل، وخاصه موضوع تحويل المعده؟ يعني في بعض الجراحين بيلجأوا لهذا المنظار، اهميته ايه؟ والله المنظار اهميته ثلاث حاجات. اول حاجه عشان اشوف المجرى بتاع البلع. يعني ايه مجرى البلع؟ يعني اشوف فتحه المعده مع المريء هل وصل مفتوحه في الصدر ولا في البطن. دي بتفرق معايا جدا في عمليات كتير. في الصدر ولا في البطن؟ يعني معديه الحجاب حاجز، يعني الحجاب الحاجز يا دوبك عند فتحتها ولا تحتيها؟ ولا نازله تحت. دي بتفرق معايا. لما اتنين عشان اشوف اذا كنا هينفع له بالونه ولا لا. لما تلاته بشوف جدار المعده نفسه يستحمل اي تدخل جراحي ولا في قرح ولا في تليفات او 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 او. فالمنظار ما فيش غنى عنه.
لانه بيديني صوره كما كنت انا جوه. انا لو عملت هنا تقفيل لا مش هيبقى كويس، لو عملت هنا لا دي مليفه مش هتنفع، فاهمني؟ دي بتديني خريطه للمعده من جوه، ايه اللي العب فيها وايه اللي ما يجيش ناحيتها، وايه اللي انسب لي. انا واحده معدتها زي الفل لكن فتحت المريء فوق، لا ده عايزه سليف، ده عايزه اول انزل ديت وبعد كده ابدا اديها البالونه، ده عايزه يعني فيها اختيارات كتير، لكن اهم حاجه اللي بيختارها المنظار مش انا اللي بختارها. تمام. هل نسبه الكورتيزون مثلا او افرازات الغده الدرقيه داخل البول والدم ممكن تاثر على عمليات الجراحه؟ طبعا بتفرق كتير. هو بص، هو مبدئيا هو الكورتيزون على قد ما احنا بنسميه الساحر لكنه برضه الغدار، بمعنى ان هو على قد ما بيشتغل. بنتكلم عن الكورتيزون اللي هو النورمال بتاعنا الطبيعي بتاعنا ولا اللي احنا بندخله؟ لا الاثنين، الاثنين غدارين. تمام. لكن بتاع الجسم بيبقى اشد. بتاع الجسم اشد ليه بقى؟ لانه بيحتفظ بالميه وبالسوائل. طب ده هخسسه فين؟ ده ميه، ده جسمه عامل كله هينزل ميه، طب هخسسه فين؟ ولازم الاول اعالج الكورتيزون ده. تمام. يا اما علاج طبي يا اما علاج جراحي. طيب ايه الغده المسؤوله؟ الغده فوق الكلويه. ببدا اشوف وظايفها واعمل سونار واطمن على حجمها وشغاله قد ايه وبتطلع قد ايه. في الاخر لو انا شلت الغده ديت هيستفيد بقد ايه؟ هيستفيد بكذا. يبقى مجرد ان انا اعمله شيل دي هيخس. تمام دكتور خالد، يعني انت نورتنا النهارده. الله يبارك فيك. ان شاء الله يبقى في لقاءات قادمه نتناول فيها اهم جراحات التجميل وجراحات الاوعيه الدمويه وايضا جراحات السمنه ان شاء الله. الله يخليك. الجراحه العامه. مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا بشكر ضيفنا دكتور خالد لطفي استشاري الجراحه العامه وجراحه السمنه والاوعيه الدمويه والتجميل. شكرا دكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا. والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام. ان شاء الله غدا يبقى في لقاء متجدد مع برنامج صحتك بالدنيا، وهيكون معانا الدكتور الحسيني عبد الصبور، هنتكلم ايضا باستفاضه عن مشاكل الجهاز الهضمي و الكبد. نلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.